قتلناك يا أنبل الزملاء، وصرنا جميعا نشيعك إلى مسواك الأخير، نزرف الدمع لكنه كدمع التماسيح. والحكاية ببساطة أننا كالعادة نقف نتفرج، وبدون حتى كلمة دعم أو طبطبة لأي واحد منا يعاني في بلاط صاحبة الجلالة. نقف نتفرج، والسهام يتلقاها البعض منا في ظهره أو في قلبه، دون أن نتحرك ونصرخ ونقول كفى. نشارك بعضنا في القتل بدم بارد، من أجل منصب زائل أو من أجل مكسب مادي رخيص. يفني البعض عمره في الجريدة متفانيا في عمله، ومع ذلك يجد نفسه يزاح بعيدا عن المشهد، أو يقتال بكافة أشكال الاغتيال المعنوي أو الجسدي. والزميل محمد عيدروس واحد من الزملاء الذين عاشوا في صمت وعانوا في صمت وماتوا كالأشجار واقفة في شموخ. أصرخ فيكم وفي نفسي قبلكم أيها الزملاء، لا تقفوا في صمت أمام مقتل الكثير منا اليوم أو غدا، بعد أن فقدنا العشرات فلم يعد هناك شيئا يستحق من أجل فقدان واحد منا. كنت أعرف أن الصراع يكون من أجل بقعة ضوء، من أجل الشهرة، من أجل المكسب المادي، من أجل المكسب المادي. وكنت أحيانا أجد المبرر لمن يقاتل من أجل هذه الأهداف. لكن الآن نعيش زمنا لم تعد هذه المغريات موجودة فقط في بلاط صاحبة الجلالة. لم تعد الشهرة هنا في منصب أو مقال، فالظهور في أي برنامج تلفزيوني لمدة 5 دقائق يمنح الشخص شهرة تفوق كتابته لمئات المقالات. وأي منصب يجعل صاحبه الآن في مرمى النيران الصديقة قبل العدو. لم يعد هناك فرح في الحصول على منصب أو حزن على فقدانه. هيبة وقداسة ومكانة المناصب تهاوت. لذلك أستغرب كثيرا من هذا الصراع الذي تكون نهايته مترجمة في ذبحة صدرية أو سكتة قلبية أو انفجار في المخ. لم تعد هذه المهنة هي مهنة البحث عن المتاعب، لكنها مهنة البحث عن الموت. الكل في مهنة الصحافة والإعلام يقف في طابور الموت. الكل سيموت، لكن المفاضلة في نوع الموت، بالسكتة القلبية أم بالانفجار في المخ أو بالسرطان أو الكبد. نعم الموت واحد وتتعدد الأسباب. نعم الكل سيموت، لكن هذه المهنة لم تعد لذتها تعادل الخطر. كنا نتسابق على أن نكون مثل ذكور النحل، نتسابق جميعا ونحلق، والشاطر فينا من يطول الملكة. نعرف جميعا أن الذي يقترب من الملكة ويدخلها ستخرج روحه مع أحشائه، لكنها اللذة، ولو كانت اللذة الأخيرة، ولو كانت اللذة الأخيرة. كثيرا من الزملاء ينزلون إلى الأحداث وفي قرارة أنفسهم أنهم قد لا يعودون. زملاء سافروا لتغطية الأحداث الساخنة والمعارك، وقد تركوا وصيتهم، لكنها اللذة الآن لم تعد للذة طعم، لكنها اللذة الآن لم تعد للذة طعم. النجاح يمكن الطعن فيه، والموهبة الفذة يمكن قتلها بالإحباط. مثلا زميلي محمد عيدروس كان سكرتيرا للتحرير في الجمهورية، ولمن لا يعرف
طبيعة هذه الوظيفة أقول هو صحفي بدرجة فنان، مهمته وضع المادة الصحفية في شكل جمالي على صفحات الجريدة، يعني باختصار إما أن يجعل أي تحقيق جذاباً أو يدفنه إلى مسواه الأخير. ولأن عيدروس كان لديه الحس النقدي والفني، انضم إلى مجلة شاشتي، وهي مغامرة لا يقوم بها إلا القلة، لا يقوم بها إلا القلة، أن تضحي بوجودك في الجمهورية من أجل مجلة وليدة. هو الجنون والمغامرة، لكنه الطموح والرغبة في إثبات الذات. ذهب ونجح أن يخطط لتكون لشاشتي مكانا وتكون منافسة لأعرق المجلات الفنية. وفي وقت قياسي عرفنا جميعا أن عيدروس أصبح العقل المدبر لها والصانع لنجاحها، حتى تحالف ضده من يريد إزاحته، متصورا إن وجوده خطرا عليه. للأسف لم يدرك البعض أن سلم النجاح واسع ودرجاته تتسع للجميع. لم يدرك البعض أن إزاحة موهبة من مكانها لا يعني أبدا أن تزول عنه الموهبة أو يمكن اقتناصها منه بالقوة. جرب حرب دروس كانت ضد زميلنا عيدروس. لم يتحرك أحد لنجدته أو دعمه أو حتى تخليصه ممن يكيدون له. ترك الجمل بما حمل وقد أصاب الألم القلب مثل الكثير منا، يعني انضم إلى نادي القلوب الموجوعة والضغط المرتفع، وكان يعالج الضغط بالقهوة التي كان يشربها في كوب الماء وليس بالفنجان، حتى يقهر الصداع في دماغه الذي يكاد أن يفرتكه من الألم. لكن ابتسامته لم تفارقه في كل اللحظات، كان يستمد قوته من أم طيبة هو وحيدها، وزوجة مؤمنة بموهبة زوجها، وخمس زهرات هي بناته الخمس. لم يقترب من 45، لكنه كما يقول عمنا صلاح جاهين: أنا شاب لكن عمري 1000 عام، وحيد لكن بين ضلوعي زحام، خايف لكن خوفي مني أنا، أخرس لكن قلبي مليان كلام. عجبي، نعم، ذهب عيدروس وقلبه مليان كلام. ومن شاشتي إلى بوابة دار التحرير أونلاين انضم لها وبدأ رحلة الجهاد والجهد والعرق، يطور مع الزملاء رغم الإمكانيات المتواضعة. لم تكن البوابة في البداية مطمعا للكثير منا، حتى نفخ فيها من جهده وعرقه فأصبحت مطمعا للكثيرين. ذات مرة اتصلت به مهنئا وقائلا: جهد كبير يا أستاذ، أحييك عليه. جاء صوته رقيقا على الهاتف: أشكرك على مجاملتك، لكنه جهد الزملاء. قلت أعرف أن الفشل يكون مسؤول عنه القائد والنجاح مسؤول عنه الجميع. المهم دعبته قائلا وقتها: أنا عامل موقع أحسن منك. ضحك قائلا: أتابعه. المهم دعوته على فنجان قهوة حتى نتبادل الأفكار ونتجاذب الحديث، لكنه لم يأتي، وظل فنجان القهوة ينتظره. لم أكن أدرك أن هذه المكالمة هي الأخيرة، وإلا كنت صرعت إليه كي أشرب معه القهوة. كنت أقصد من وراء المكالمة دعم ولو ببضعة كلمات، مدركا أن الواحد منا يحتاج أحيانا لبضع كلمات يسلبنا ظهره أو يطببنا جرحه. كان ألمه شديدا في الفترة الأخيرة حين وجد أن الكثير منا يزاحمونه على شجرته التي اخضرت بعد أن أصابها الوهن فترة كبيرة. ورغم ضعف الإمكانيات استطاع أن يجمع حوله كتيبة من أبناء الدار محاولين المنافسة في عالم الإنترنت الذي لا يرحم والبقاء فيه للجيد. وكان عيدروس مع كتيبته
ينافسون للوصول إلى الجيد. شعرت بقهره كثيرا رغم أنني لم أتحدث معه. شعرت بعذابه كثيرا رغم أنني لم أرسل له شعوري. آسف يا أستاذ عيدروس، سامحني يا صديقي، شاركت في قتلك بصمتي مع الكثير، لكن العذر أننا كنا جبناء، كنا منكفئين على ذواتنا، نلعق جراحنا ونخفي ألمنا ووجعنا وراء ابتسامات بلهاء أو سخرية سوداء في السر. سامحني يا صديقي، فقد قتلناك بدم بارد مثل ما فعلنا مع الكثير قبلك وكما سنفعل مع الكثير بعدك. سامحني يا صديقي لأنك لم تعرف مشاعري تجاهك قبل رحيلك. سامحني على تقصيري تجاهك، لكني لم أسامح نفسي على أنني لم أقدم لك مشاعري التي كانت من الممكن أن تساعدك على المقاومة ولو لبعض الوقت. يا رب، يا رب ارحمهم وتولى برعايتك والدته الطيبة وزوجته المؤمنة وبناته الخمس، فأنت الأرحم والأعز. واغفر لنا يا رب أننا قتلناه جميعا وسرنا في جنازته نتلقى العزاء بدم بارد. يوسف السلام.